اخويا راه ابو طريقه، راه الماضي ديالو مع الراجل راه معروف، راه هو اللي خربها وهو اللي ردمها وهو اللي دفنها، ودابا رجع كنتمناو يصلح داكشي اللي هو تسبب فيه، فهمتي؟ دابا حيت هو تلا نجح مع الراجل، هو راه غير غيصلح داك الخراب اللي دار الراجل، وكنتمناو انه يصلح داك الخراب اللي دار. شنو نقول لك؟ وهو كنتمناو غا هو دابا حنا الجمهور ديال الراجل مكانش كنقدرو نتفائلو، منكدبش عليك، حيت هاد خيبه الامل عشناها مرارا وتكرارا. كيجي كل عام رئيس مكتب جديد، كنبداو نتفائلو، احكا رؤيه جديده، تسيير جديد، في الاخر ما كنطفروش. واخويا شنقول لك، كيبان لي الله ما مره نتشائم واش تقدر تصدق، حيت كنا كنتفائلو وما كتصدقش. بحالي بحال اي رجاوي حقيقي كنتمناو غير الخير للرجاء، سوا بوطريقه سوا اي واحد كاين، غير هو كنشوفو ان الحل الوحيد اللي كاين اكشوالمون هو مع بوطريقه. واخا كان دار شي بلانات شحال هادي، ما ماشي حتى اللي خلى الرجاء، هو حلف ديون، خلى بزاف العيباش، مي كنتمناو ان هاد العوده تكون احسن من المره اللي كانت فاتت. وهو ما يمكنش نحكموا على شي وحدين من الدقه الاولى ولا من الماتش الاول ولا من خمسه الماتشات كاع الاولين، حنا بغينا الالقاب، دونك كاين شي لقب راه غادي نحكموا عليهم مزيانين. الخزينه خاصها تبقى ميسره، ما نطيحوش في ديون كالعاده، نبداو نقلبوا على كاس العرب، كاس هذه باش نبيعوا لعابه. كيف راه حتى شنو المشكل ديال الراجل، كنبقاو نبيعوا اللعابه بزاف باش نسدوا ديون اللي واللعابه اللي راه رحيمي راه مالونغ، راكم عارفين اللعابه اللي مهمين كل اللي بيعوهم بسبب واحد رئيس ولا واحد المكتب اخر خلى الراجل في ازمه. دونك حنا كنتمنوا من ان هذا المكتب يسير الفلوس مزيان وما نطيحوش في ازمات كالعاده. الرئيس الجديد القديم بوطريقه كيبان انه اكتسب خبره على اخر تجربه ليه، وكيبان باللي غيعطي الرجاء، ونتمنى الرؤساء اللي دازوا ما عطاوش الرجاء كيف ما كنا كنتمنى، وان شاء الله يكون بوطريقه حسن. المدرب الجديد المدرب الالماني كيبان باللي غيعطي الفرقه حتى هو، الا كانوا شي دابات وكانوا لاعبين في مستوى احسن، ما يمكنش مدرب غيجيبو، يعني كيف ما كان بقى يجيبو غوارديولا وخا يجيبو مورينيو، خاص لعابه، خاص شي دابات في الميركاتو الصيف ان شاء الله. المكتب ديال بودريقه كيبان لك التغير رجع الراجل للمكان، كيف ما قلت العوده ديال بودريقه تقدر تكون ايجابيه وتقدر تكون سلبيه. احنا مؤخرا زعما الرؤساء اللي كانوا قبل ما كان تشائمنا، وكان الجمهور صحيح في التشاؤم ديالو، حيت ما عطاوش اخرهم البدراوي. نتمنى بودريقه يكون اكتسب التجربه من بالنسبه للرئيس ديال الرجاء البيضاوي جديد بودريقه، صراحه خصو الوقت بزاف باش يخدم على الفرقه مزيان وتحرك معاه كره باش يعرف شنو يقدر يدير. وثاني حاجه هي انه خصو شي مكتب يكون في المستوى، و بالنسبه للسينياتور اللي سير المدرب الالماني الجديد والمساعد المدرب، كنتمنوا الخير للراجا ان شاء الله وترجع كيف كانت بحال الايام ديالها اللي معروفه عليها. نتمنوا يصلح الغلط اللي كان دار شحال هادي، وكنتمنوا الخير للفريق رجاء البيضاوي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.